السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت عايز تحصل على شهادة زي ديت من ديسك ديزاين أكاديمي، دي شهادة في الكونسبشوال ديزاين كولابريشن، هتلاقي رابط أسفل الفيديو، هتتفرج على الفيديوهات وأنا بشرح الريفت وبشرح فورمت، وهنا شرح يعني مختصر. لو أنت عايز شرح يعني بالتفصيل أكتر هتخش على اليوتيوب، تلاقي قناة اسمها بيم أريبيا، اشترك فيها وفعل الجرس عشان أي حاجة جديدة تجيلك إن شاء الله. وهنا هتاخد بعض الفيديوهات البسيطة، تلاقي نفسك خدت الشهادة. تيجي هنا بعد ما تخلص الكورس كله 100% get your certificate، هتطلع لك الشهادة بتاعتك.